خسرت اجواء هيك مناسبات واعياد احتفالات عم نعمل. جوزيف بونجور. بونجور صباح منيح وانت؟ محضر اشياء هيك مبينه مشهيه بالاول. اليوم عم بعمل درينك لانه بعد يومين الانيفرساري فيفث انيفرساري تبع الام تي في. اكيد رح يشوفونا صبح عشيه ظهر كل النهار رح نكونوا بالليل اكيد عاملين سهره خاصه للام تي في. اليوم عم بعمل درينك بيشبه الوان الام تي في اكيد، سميته ام تي فيز اول ثريز. رح يكون بقلبه ثلاث الوان اللي هن احمر ازرق وابيض. اللي رح نعمله في عندي هون البلندر وعندنا اثنين بيتشرز، بدنا نقسم الدرينكات يعني على جنب، الاحمر لوحده والابيض لوحده والازرق اون توب رح يكون، اوكي؟ تنعمل هيدا الدرينك بالاول بدنا فريز بده يكون فروزن ايه. ستروبري اوكي، بدنا كوكونات كريم، بدنا باينابل، بدنا باينابل جوس، روم بران بدنا وبدنا كثير تروبيكال سيرو دو جرينادين. ايه تروبيكال هيك تروبيكال لانه من هول الانجريدينتس بنعمل بينا كولادا باي ذا واي، يعني الاناناس والروم والكوكونات كريم. بس اكيد عندك اختراع ثاني بعدين مخبر هون لسوري سور لو جاتو. خلينا نفرجيهم. نحن رح نلاقي الالوان الزرق سيرتو انه مكتوب عليهم ام ام ان ام ام فور ام تي في اوكي ام يعني اللي رح نعمله هلا بالاول رح بلش بالدرينك اللي لونه ابيض. نعم اوكي بدنا نحط 3 شوتس اوف كوكونات كريم. ريحته كثير حلوه على فكره الكوكونات كريم، وطبعا لما بنحكي درينك جو بنحكي يعني ريحه وطعمه وهيك يعني خليط بين الحواس. اكزاكتلي صح. انا دائما بقول الدرينك مثل البارفان بيبقى بعتبره بارفان لانه دائما يعني بتتنشئيه كمان انت عم تشربي بتحسي بالطعمه. الشغله كثير مهمه على كل يعني أكيد. نشوف ونشم ونرجع صح. نشرب كله بيأثر. هلا رح نرجع نحط... نشربه يا طيب. سلم عليهم بالرجي. هلا رح نحط 4 شوت اوف باينابل جوس. اناناس عصير اناناس عادي عادي اكيد. فينا نعمل شغله هون عندي 3 سلايسز 3 رينجز اوف باينابل. اذا بدنا فينا نستعمل المي تبعهم اللي هي بتكون طعمتها هيك بتحسها طبيعيه اكثر من صح. هلا هيدا كونسنتري اكثر يعني طعمته رح بتكون اكثر قريبه للباينابل جوس. وليه عندنا فروزن ستروبري؟ ليه الفريز لازم يكون مجلد؟ رح يكون الستروبري رح تكون فروزن لانه نحن عايزين سميكه، بده يكون الدرينك سميك بالثلج، اليوم بده يكون مليان ثلج، نهيدا رح يكون فروزن. احسن اذا كان فروزن هيك يعني بنخفف الثلج اللي بدنا نزيده عليه، عرفتي؟ ساعتها بيكون يعني ما بنقعد نعوز وقتها بيكون مش مثلج انه نزيد كثير ثلج، طيب يصير دايلوت كثير. اكزاكتلي، هلا هو الفروزن فتحتهم شوي تيروقوا على جنب. هلا رح زيد الاناناس اللي عندي اياهم هون، رح زيد 1 سلايس، اوكي؟ 1 ويل او رينج. مثل ما شايفين. 1 ويل، دولاب اناناس، هي اذا بدنا نترجمها. ايه للعربي. لكن قطعة اناناس وحدة فقط. وحدة بس، فينا نحط اثنين إذا بدنا. حسب كل شخص قد إيه بحب يمكن. إيه ما بيأثر لأن نحن أوريدي حطينا حاطين 4 شوت أوف باينابل جوس. نعم. مش بحاجة كثير لأكثر. هون هلا هون عم نحط رام بران. اوكي حطيت 2 شوت. رح أقول لك شغلة. هيدا درينك فيه كثير الكول. انا دائما هيك بيطلع حظي معه ولا مره بدوق غير ما من بلعه وحده بدوخ. فروزن صحيح هيدا درينك فروزن بس في بقلبه بورسنتاج عالي شوي بالالكول لانه عم نعمل مثل كانه درينكين عم نخلطهم ببعضهم، يعني عم نحط اول شيء لير حمراء لير بيضاء لير حمراء لير بيضاء، هول اثنيناتهم بيعملوا كانه ايكوفلنت لتو درينكس. اوكي عم نحط 2 شوتس بقلب الباينابل و2 شوتس
وقتها بدنا نحط ستروبري. اوكي على كل جو يعني دائما بنقولها وبنعيدها انه لما بيكون الالكول مخلوط مع الحلو مع السكر هو بصير مفعوله اسرع بالجسم يعني وطبعا اسرع واسرع اذا كان فيه غاز اذا كان فيه بول دو غاز يعني اذا يعني مثلا كلاب سودا او صح. هون عم نحط سمبل سيرب اوكي تو شوتس عم نحط حلو كثير فاتنينج يا عين دسم وين كرندا وناتالي ان شاء الله ما يكونوا عم يحضروا. الشغله اللي بدنا نعملها هلا بدنا نزيد كثير ثلج اوكي ولكن يعني بتعرف اليوم السبت بحق لنا هيك نحن لانه ما عملنا هيدي الفقره مره بالجمعه لانه انبسط اتليست مره بالجمعه ما فينا كل يوم نزعبر فينا نزعبر مره نحن قصدينا انه تكون نهار السبت لحتى نبلش الويك مع انه بيقولوا ساندي هو تشيت داي بس نحن بس ما بدنا نسهر عم نعملوا اكيد نسهر السبت خلي يكون مبلش هيك الويك اند دايما بحماس وبنشاط وبضحكه وبتسليه انا رح اسكت رح دور ننتبه انه الثلجات ما بدهم يكونوا كثير كبار لانه اذا كانوا كثير ايبر كبار رح يعلقوا بالكعب لحتى يتكسروا صح اكزاكتلي exactly. هلا معقول يزيد ثلج انا بعد ليسمك 100% حسيته رخو صح. شوي لكن okay. هون بلشنا هلا باللون الابيض بلشنا باللون الابيض وبدنا نزيد ثلج بعد لانه لازم هيدا درينك يسمك وتنسمك هيدا درينك بدنا نحط له ثلج وبينشرب دغري هيك فريش بيكون مسقع اكيد صح منعش حطيناه على فول باور عم يبلشوا ياخذوا بعضهم الثلج رح نضلنا نزيده جرادجولي تا كان سمك بلشنا نحس بالسمك بلش السمك خلينا نشوف شوي بعد يمكن بده نكزه صغيره لاحظتي بتصير التكستشر تبعهم اسمك اوكي هيدي هي التكستشر اللي عم فتش عليها صار كريم اكزاكتلي يعني بدنا نقول تقريبا كاسه كبيره من الثلج اخذتها كلها يعني هلا بدنا نفضيهم باول بريق باول بريق لكن بفتكر ما بعرف اذا حذرت جو انه هلا رح تعمل من هول الابيض تغير لهم الوانه تباعا اكزاكتلي فينا كل هذا لا هون كوكونات طاغي اكثر كوكونات وراح نحطهم بالفريزر اوكي لشوية وقت طويلة شوي البروسيس بس بتحرز اكيد بعدين الام تي في بتحرز انه نعمل لها درينك على الوانها صح اوكي This is enough لهلا هيدا بده فريزر جو هيدا بقى نحطها بالفريزر هولي رح فضيهم على جنب ما خبر حدا بس انا ما بعرف تحت الفريزر حطيتيهم تحت؟ لا كنت عم حطهم فوق اوكي يلا هيدا صار شفتيها؟ اوكي هيدا صار بالفريزر باول جرور على الشمال عم بتعرف انا هون Excellent. سياحه هلا مثل ما شايفين الستروبريز فروزن والثلج مبين فيهم وظاهر رح نبلش نحطهم كم قطعه تقريبا؟ تقريبا فينا نحط تقريبا لحديد نص كيس اوكي بنلاقي الكيس وين ما كان بالسوبر ماركت اكيد بالسوبر ماركت بيتكسروا دغري يعني ما في صعوبه ابدا ما بدها شيء يعني اتس فيري فيري سمبل
اللي بقى نعمله هلا بقى نحط 2 شوتس اوف رام كمان برام 100% بعد بدنا نزيد معه فروتس بعد بدنا نزيد معه جرينادين سيرب فيصير احمر 100% هون نحن عم نستعمل الجرينادين بس للون مش للطعم اوكي بس المفعول رح أكيد. يكون موجود صح هون بدنا نحط 1 شوت نعم هيك مثل ما شايفين بيغمق لونه اكثر رح بلش حطهم هون اجواء صرنا كلابينج هلا مع الميوزيك حلو الميوزيك كثير اوكي كمان بدنا نحط 2 شوتس اوف بعد معنا 4 دقائق ما بقى معنا كثير وقت شو بدك تعمل كل شيء ان شاء الله نلحق بدك تعطيني دقيقة لأنه عندي كلمة سبيسال بدي أقولها بالأخير أنا يعني معليه طيب زيدوا لنا الوقت شوي زيدوا لنا الوقت شوي إذا فيكم لكن حطينا هلا الستروبري بدنا نزيد حطينا كل الانجريدينتس بدنا نزيد الثلج هن اللي جا فيهم ثلج بقى رح نزيد كمية أقل من قبل هلا رح نشوف إذا شفنا إنه عايزين بعد نرجع نجيب عنا بعد الفريزر اكزاكتلي بس مش أنا رح هلا لحظة لأنه الإبيسار تبعهم طول ليبلش بتاخذ وقت لترجع تبلش And then it goes. شوي شوي بنعلل ايه 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 بس مهم نلحق بتجيب لك ثلج بعد؟ انا بهدي انت تجيب هلا سو فار بعتقد ماشي حال الثلج بدنا لثالث كولر ثلج لا لا خلص ثالث كولر رح يكون حاطين ال ام ان ام نقي لك اياهم بده يكونوا زرق تحطهم هون كم قطعه بدك؟ كم حبه بدك؟ خمسه لانه 5 years. ايه صح. مهضوم جوزيف. اجتك هالفكرة المهضومة. ما بعرف كنت قاعد عم فكر شو بدي اعمل. بس انا لحظة شكلهم شو حلو. واو. اوكي. خرجنا كلهم بالملعب. ايه صح. شوي سوربي بتحسن. اوكي. بدنا نطير رانيا. طير يلا. بدنا نحطهم كمان بالفريزر. مش ضروري، لا خلص رح اسكبهم بسرعة. بس لازم احطهم اتليست بالبيتشر تارجع اشيلهم من البيتشر طيب الاخر نرجع نحطهم بقلب الكباية اسكبهم هيك مشان ما لانه بيعلقوا بس اي ثينك ذس از فاين يا اوكي هلا بس اذا فيك تجيبي لي من الثلاجه الابيض البيض احنا هون رح نبلش نشتغل بالكباية نجيب ملعقة شغلنا كله بالملعقة اليوم اوكي بنحطهم بالكعب نجيب ثاني ملعقة عندي انيفرساري ثاني انا رح احكي عنه هلا بالاخر بيرسونال انيفرساري اوكي مثل ما شايفه اوكي ايه بتجنن الميوزيك ثانك يو ميرسي فرانسوا ميرسي هيبه لكن احمر ابيض احمر ابيض احمر ابيض اذا فيكم بس تزيدوا لنا دقيقتين بعد I'm almost done ما فينا نقطش الدرينك من نصه حرام لا ما بيقعد يسقط حط الاحمر بلش حطهم ارجع من الميكسر هلا بستعملهم بس لحط لير ابيض مثل ما لاحظتي عم بيطلعوا فوق بعض فينا يمكن كمان برضه نسمك الابيض كل أكيد. شوي بعد اكيد قد ما بدنا يصير اكثر هيك صح اوكي الاحمر لون الحب احمر لون الحب والابيض لون نقي سلام سلام اوكي هون رح نشيل اللوش اللي عنا اياها نبلش نصب من الميكسر
اوكي. والازرق هي بيقولوا لها سيلانوك، يعني هي لون المشي، لون الرواق، لون السجاس كمان، سجاس والرواق هيك زين. صح، خلصنا زين مع كمية الكول كبيرة. ما فهمت كيف، ما لما بتشربي بتروقي. أكيد بنذكر كل الناس إنه ينبسطوا يشربوا، إنما باعتدال بالسهرات وما يشربوا. لاحظتي كيف صارت؟ هلا رح أحط هيك ستيف 5 أم رانيا، يعني 5 أم نام العيد. وأكيد رح نختم حلقتنا لليوم بهالدرينك سبيسيال ام تي في انيفرساري نهار الاثنين. اكيد ترقبونا، انا بشوفكم على بكره وبرجع بشوفكم عشيه بعيد الام تي في. بدي استغل هاللحظه لحتى عيد جوزي جهاد اشقر توأم روحي، لانه اليوم عيد ميلاده، وقول له انا بحبك كثير 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 كثير. هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، تشيرز لجهاد وللام تي في. تفضل شو Yeah.